بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم الأحد الموافق 10/10/2021 تم وصول الرسالة 13 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن ليصل ما تم إيصاله إلى المديرية حتى الآن 48 طن. اليوم من مقر مديرية أوقاف الجيزة الأحد الموافق 10/10/2021 تم وصول 3 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي، وبذلك يبلغ ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة 62 طنا من لحوم صكوك الأضاحي. قد تسلمت مديرية أوقاف البحيرة اليوم الأحد الموافق 10/10/2021 حمولة صكوك لحوم أضاحي تزن 2 من الأطنان، يكون إجمالي ما وصل إلى المديرية 54 طنا إلى الآن. اليوم إن شاء الله أحد الموافق 10/10/2021 تسلمت مديرية أوقاف القاهرة حصتها من لحوم صكوك الأضاحي قدرها 3 طن. اليوم الأحد 10/10/2021 وصلت اليوم إلى محافظة الإسكندرية السيارة 19 محملة ب 2 طن، عدد ما وصل إسكندرية إلى الآن 66 طن لحوم. وكل عام وسيادتكم بخير، شكرا.